مساكم الله بالخير. طبعا تعرفون لما اي واحد يستخدم تلفون ويكون مقفل يقول ان الهاتف الجوال لا يمكن اتصال به الان، تعرفوا من هو؟ هذا اخوي رايد، يعطيك العافيه. هذا يسمونه المزعج على بالي. نعم، عطنا واحده. ان الجوال المطلوب مغلق، الرجاء الاتصال في وقت لاحق. يا سلام، انتم ما تبغون الجوال يغلق ابدا، لكن مع اخوي رايد تسمعونه دائما. حبيبي انت عبدتنا والله. حبيبي شكرا استاذ رايد، شكرا جزيلا.